الفنانة نور بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات، ولفتت نظر المخرجين بأدائها الملفت للأنظار، حيث دخلت مجال الإعلانات على مدار 3 سنوات، وكان أول عمل لها مع الفنان هشام سليم لتقديم إعلان عن منتج غذائي. ملامحها الطفولية البريئة وخفة دمها استطاعت أن تحتل مكانة خاصة في نفوس جمهورها. دخلت في تمثيل فيديو كليب مع الفنان صابر الرباعي، وكان الكليب الوحيد الذي قدمته لرفضها العمل بعد ذلك في هذا المجال. استطاعت دخول بوابة السينما بسرعة لتصبح نجمة شباك بين نجمات الصف الأول، وكان أول عمل سينمائي عرض عليها فيلم همام في أمستردام بطولة الفنان محمد هنيدي، ولم يكتمل بتصويرها له لخوفها الشديد من الكاميرا، بالإضافة إلى عدم إجادتها اللهجة المصرية بطريقة صحيحة. وكانت البداية بعدها، حيث تم ترشيحها من خلال منتج فيلم همام في أمستردام للعمل في فيلم شورت وفانيلا وكاب مع الفنان أحمد السقا، ووافقت على هذا العمل لأن شخصيتها في هذا الفيلم لا تتطلب إجادة اللهجة المصرية، لأنها كانت تقوم بشخصية فتاة فلسطينية مقيمة في لبنان، ووقع الاختيار عليها لاعتمادهم على أنها فتاة جميلة وبشوشة. وأخذ هذا الفيلم مساحة كبيرة من الشهرة التي كانت بمثابة انطلاقها مثل الصاروخ. وفي عام 2001 قامت ببطولة مسلسل العميل 1001 مع الفنان مصطفى شعبان، حيث لعبت دور يهودية مصرية تذهب إلى إسرائيل، ولقى المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه. بعدها أصبحت النجمة المطلوبة من أغلبية المنتجين، لذلك اختيرت لعمل دويتو ناجح مع الفنان أحمد حلمي، حيث شاركا معا في فيلم ظرف طارق وفيلم مطب صناعي. وبعد ذلك تم التعاون مع المخرجة سندرا نشأت التي أنشأتها في أدوار خاصة، وأخرجت منها مساحات تمثيلية لم تكن مكتشفة من قبل، من خلال فيلم ملاكي اسكندرية وفيلم الرهينة، وكان آخر عمل لها مسلسل رحيم وحقق نسبة مشاهدة عالية مع الفنان ياسر جلال. ويعد عام 2018 عام متميز بالنسبة لها، لأنها عادت للفن بعد غياب 4 سنوات لانشغالها برعاية أولادها. نفت الفنانة نور مؤخرا كل ما قيل بشأن الخلافات التي بينها وبين الفنان تامر حسني بسبب اعتذارها عن فيلم البدلة والذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، وقالت أن تامر صديق مقرب لها وتكن له كل تقدير. أسرار حياتها الشخصية وديانتها الحقيقية. الكثير يعتقد أن الفنانة نور مسلمة، لكن الحقيقة أنها مسيحية، حيث أن اسمها الحقيقي هو مريان فيليب ابن أبي حبيب. تزوجت الفنانة نور من السوري يوسف أنطاكي في عام 2008 بعد أن نشأت قصة حب بينهما، حيث تعرفا على بعضهما من خلال جلسة جمعتهما بعدد من الأصدقاء المشتركين. وتقول الفنانة نور أن من أول لحظة وقعت عينيها عليه شعرت بارتياح، حتى أنها تمنت لو لم يكن متزوجا، وبالفعل تأكدت من خلال الجلسة نفسها أنه غير متزوج ولا توجد أي علاقة عاطفية في حياته، الأمر الذي أسعدها كثيرا. انطلقت بعد ذلك مع والدتها بالقاهرة إلى منزلها لتتفاجأ بصديق مشترك بينها وبين يوسف، يخبرها بأن يوسف طلب رقم هاتفها الشخصي، وبالفعل حصل على الرقم ليطلب منها الخروج معه كصديق، ومن هنا بدأت تتطور علاقتهما. أدى الارتياح المتبادل بينهما إلى وقوع قصة حب بينهما، وقرر الزواج سريعا حيث احتفل بخطبتهما وتزوجا في نفس العام. أنجبت الفنانة نور طفلين هما ليوناردو وليديا، وأنها تهتم بهما وتخاف عليهم لدرجة أنها تمنعهم من مشاهدة أعمالها الفنية وتمنع ظهورهم للإعلام والجمهور، ذلك لأنهم لا يزالان بعمر صغير ولن يستطيع فهم
ما تقدمه من أعمال، ورغم اختباءها لبعض سنوات عن الساحة بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى وشاركت في فيلم تصبح على خير مع الفنان تامر حسني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.